بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله إحنا بنكمل المحاضرة اللي بديناها اللقاء الماضي. كان الحكي كله لسه في الانترودكشن، كانت المواضيع اللي أمامنا اللي هي الستركشر أوف الكمبايلر، وتعرفنا في الستركشر تبع الكمبايلر على المكونات تبعته، اللكسيكال أناليسيس والسنتكس أناليسيس والسيمانتيك أناليسيس والإنترميديت كود جنريشن ومسألة الأوبتمايزيشن اللي هي بتحصل في الكود الإنترميديت وفي الكود برضو اللي بيطلع في الآخر ممكن نعمل له أوبتمايزيشن اللي هي إيش ماشين ديبندنت بيكون أوبتمايزيشن. وتعرفنا على مفهوم السيمبل تيبل وإيش اللي وإيش الأمور اللي بتنعمل على السيمبل تيبل بداية من اللكسيكال أناليسيس، ولاحقا حنشوف كيف برضو كمان اثناء السنتكس اناليسيس والسيمانتيك اناليسيس بيصير في تعامل مع السيمبل تيبل. وقفنا تقريبا عند هذه النقطه اللي هي الجروبينج اوف فيزز انتو باسز والكونستراكشن تولز، برضو كمان هذول الان النقطتين بنذكرهم وبننتقل بعد هيك على الشابتر الثاني. الشابتر الثاني بنشوف اكزامبل بسيط جدا اللي يوضح الكلام هذا كيف بيقوم به الكومبايلر او المراحل المختلفه كيف بيسويها الكومبايلر بشكل مفصل. الان بدنا ننتقل على طول على النقطتين الاخرانيات اللي هم الجروبينج اوف فيزز انتو باسز، وبعدين نتعرف على بعض التولز اللي بتستخدم في بناء الكومبايلرز. بدي اروح مباشره، طبعا احنا الستايل هذا اللي بتوضح اللي هو الاستراكشر، كل واحد من العناصر هذه بدنا نسميها فيز مرحله، ماشي؟ ففي هذا الاطار لما نحن بنحكي عن grouping of phases into passes، معنى ذلك المقصود هنا انه بعض الفيزز هذه، يقولي مثلا lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis، وايضا كمان معاه ال intermediate code generation، هذول الفيزز الاربعه نعتبرهم one pass، تمام؟ وهذه الباس بنسميها الفرونت اند، اوكي؟ الفرونت اند، والباقي اللي هو اللي من عند الانترميديت كود للاخر بنسميه باك اند، اوكي؟ فاحنا الان عمليا فور اكزامبل ذا فرونت اند فيزز اللي هي اللكسيكال اناليسيس، السنتكس اناليسيس، والسيمانتيك اناليسيس، ومعهم مين كمان قلت انا؟ الكود جنريشن، بس الانترميديت كود جنريشن مش التارجت. هذول مع بعض الاربعه مايت بي جروبد توجذر، ممكن ننظر اليهم على انهم مجموعه واحده، وهذه المجموعه از ا باس. باس يعني شورت بتقدر تقولي، او دفعه واحده. مايت بي جروبد توجذر انتو وان باس، والباقيين اللي هو الكود اوبتمايزيشن والكود جنريشن مايت بي ايش؟ ان اوبشنال باس. هذا الاوبتمايزيشن ممكن يبقى اوبشنال، بمعنى انه اذا انا ما بدي اصلا اعمل اوبتمايزيشن ممكن ايش استغني عن الاوبتمايزيشن، اوكي؟ فاذا هذول الاربعه وان باس وبدنا نسميهم فرونت اند باس، يبقى الباقيين بيصير اسمهم ايش؟ الباك اند. Then there could be a back end pass consisting of the code generation ومعها ايضا كمان الايش الاوبتمايزيشن الماشين ديبندنت اوبتمايزيشن. وباصبح انا ممكن انظر لعمليه الكومبايلر ستراكشر على انه هذه ايش الفرونت اند وهذه الباك اند، تمام؟ ايش اللي في النص؟ بظبط هيك؟ هذه الفرونت اند باس وهذه الباك اند باس. الفرونت اند باس قلنا تو اللي هو ايش؟ اللكسيكال اناليسيس، سيمانتيك اناليسيس، سينتاكس اناليسيس، وكمان ايضا الانترميديت كود جنريشن. الاخيره اللي هي الانترميديت كود جنريشن هي اللي بدها تعطيني اللي هو ايش؟ الانترميديت كود. هذا الانترميديت كود ممكن تيجي بعد هيك الباك اند تاخذه
تعمل له ربما اوبتمايزيشن، تعمل تارجت وتعمل اوبتمايزيشن للتارجت. هذا اوبتمايزيشن 1 وهذا جنريشن وهذا اوبتمايزيشن 2. واضح ايش المقصود فيهم صح؟ وهذه ممكن اصلا تبقى اوبشنال زي ما قال هنا، اوبشنال ما عملهاش، وهذه كمان برضه اوبتمايزيشن ثاني ما عملهاش حسب الحاجه يعني. والله اذا كود صغير، برنامج صغير هالقده مش مستاهل اعمل. اذا ما سيستم كبير والاف الانستركشنز والاف اللاينز بيستاهل ان اعمل اوبتمايزيشن. طيب ايش استفدنا من هذا الكلام؟ جروبينج، هذا الجروبينج اوف فيزز انتو باسز، ايش استفدنا؟ استفدنا انه عمليه البناء او عمليه الترجمه، اسف، عمليه الترجمه اصبحت مجزأة الى جزئين. انا الان لما يكون عندي مثلا الكود انا كاتبه بالسي او كاتبه بالجافا وبدي اعمل له exe على different machines، بعمل نفترض في عندي different machines، machine 1 machine 2 machine 3. الان الاكسكيوتبل تبع هذه حيكون مختلف عن الاكسكيوتبل تبع هذا، عن هذا صح؟ يعني عمليه الكود جنريشن ده تختلف لهذه عن الجنريشن تبع هذه عن الجنريشن تبع هذه، انما الانترميديت اللي بدي يطلع واحد. يبقى انا عمليا محتاج اعمل هذا الشوط مره واحده فقط بيطلع الانترميديت كود، بعد هيك باجيب باك اند خاصه بام واحد تاخذ الانترميديت وتطلع التارجت الخاص بام واحد، باك اند اخرى خاصه بام اثنين تاخذ نفس الانترميديت كود وتطلع تارجت خاص بام اثنين، وباك اند ثالث. طبعا هذا الباك اند غير، حتكون غير لانه هذا الكود جنريتر اللي هنا لام واحد، لام واحد حيختلف عن الكود جنريتر تبع هذا صح؟ انما انا ما احتجت اكرر هذه العمليه ثلاث مرات، خلاص هو 1 انترميديت كود بعمله مره واحده في الشوط اللي هو في الباس الفرونت اند، وبعد هيك بعمل باك اند باسز على حسب قديش في ماشينز. هذه هي الغرض الاساسي من الجروبينج. تمام. النقطة الثانية والأخيرة في هذا الشابتر أو في هذا السكشن عمليا، أن احنا من شابتر 1 أخذنا الانترودكشن واي 1.2 اللي هي الكومبايلر كونستراكشن تولز، وهذا مهم جدا نقف عندها لأنه أنا عمليا لما بآجي بدي أطلع على الستركشر تبع الكومبايلر وأقول أنا بدي أعمل كومبايلر يعمل ترجمة من لغة إلى لغة، شغل كتير كتير كتير. كل واحد من هدول الفيزز في حد ذاته مشروع بروجكت. احنا عادة ما بنكتب هذا ال ما بنكتب اللكسيكال انالايزر من الصفر، ولا بنكتب السنتكس انالايزر من الصفر. هدول برامج، برامج احنا بدها تنعمل بس احنا ما بنعملها. احنا نستخدم حاجة اسمها كومبايلر جنريشن تولز، يعني ادوات لبناء الكومبايلر. الجنريشن تولز هذه هي اللي بتعمل لي اللكسيكال انالايزر، وهي اللي بتعمل لي السنتكس انالايزر وغيره وغيراته. بمعنى انه ايش؟ في عندي مثلا حاجه اسمها بارسر جنريتور. البارسر شو هو البارسر؟ السنتكس انالايزر، مش عارف اذا حكيت لكم قبل كده ولا لا، السنتكس انالايزر بنسميه بارسر. لما يبقى في عندي تول اسمها بارسر جنريتور معناتها هي تول تستخدم في بناء البارسر. بناء على ايش؟ على الرولز اللي انا، هي اصلا اهم حاجه في كونستراكتنج او في بناء الكومبايلر ان انا اكتب الرولز اللي على اساسها الكومبايلر بده يحول بده يعمل ترجمه. هذه الرولز اذا ما توفرت وكان صياغتها سليمه، في ادوات بتقرا التولز وبتكتب لي البرنامج اللي بده يشتغل كبارسر، اوكي، يعني سنتكس انالايزر. وفي برضه كمان سكانر جنريتور، سكانر اللي هو الليكسيكال انالايزر. او
احنا بنسموه لكسر، لكسر او لكسيكال انالايزر او سكانر، تمام؟ that produce lexical analyzers from a regular expression. regular expression description هي قواعد الايش؟ اللكسيكال اناليسيس. اذا احنا محددين القواعد هذه مصممينها كويس وصح، نسلمها لللكسيكال انالايزر جنريتور او السكانر جنريتور، وهو لوحده بيطلع لي برنامج مكتوب بلغه السي او بلغه كذا، اعمل له كومبايليشن، وهذا البرنامج خلص بصير اعطيله السورس وهو يعطيني التوكنز. مش اللكسيكال انالايزر هيك بيسوي، بياخذ السورس كود بيعطيه التوكن ستريم، بياخذ كاركتر ستريم ويعطيه التوكن ستريم. كذلك الحال قيس على ذلك بقيه الايش؟ التولز الاخرى. كل تول، يعني هذا مثلا كود جنريتور، جنريتور اداه لبناء الكود جنريتور. رايت؟ والسنتكس دايركتد ترانسليشن انجنز هذه برضه عباره عن tools بنستخدمها to produce collections of routines، يعني routines يعني كود، برامج تستخدم في the translation. okay. data flow analysis engines اللي tools اللي بنستخدم في تحديد ال data flow، بس ما بيعمل generation لكود، إنما هذا التول كيت هذه هي عبارة عن تشكيلة من other tools، نسميها tool kit، خاصة tools خاصة ببناء الكومبايلرز. اوكي على سبيل المثال في حاجه اسمها فليكس، اف ال اي اكس، هذا عباره عن تول يستخدم في جنريتنج لكسيكال انالايزرز بناء على الرولز. اللي هنشوف كل يعني محور اساسي محاور المساق هذا اللي هو كيف صياغه الرولز تبعت اللانجوج، السورس لانجوج طبعا، اللي على اساسها الرولز هذه، على اساس الرولز هذه بيتم تحليل السورس كود من ناحيه اللكسيكال ومن ناحيه السنتكس ومن ناحيه السيمانتيك. فاذا الرولز هذه موجوده نستطيع بناء عليها نبني الانالايزرز، تمام. فالان النقطه برضو اخيره ظلت، وهي انه هذه التقنيات اللي احنا هنتعلمها في ما يتعلق بشغل الكومبايلر، كيف الكومبايلر بيشتغل، ممكن تستخدم في تطبيقات غير تطبيق ترجمة اللغات من سورس لتارجت. على سبيل المثال في حاجة اسمها التكست مايننج، يمكن ذكرت انا هذا الكلام قبل هيك. التكست مايننج كل بيعمل نوع من الداتا مايننج على التكست سورسز، يعني الانبوت تبعه مش داتابيز، الانبوت تبعه كلام زي هيك، كلام مرسل، كلام مقالات ولا حاجه هيك. فجزء اساسي من عمل التكست مايننج انه ناخذ الكلام هذا ونعمل له اناليسيس عشان نطلع المفردات، كل مفرده ربما بدنا نعرف قديش تكرر كم مره، نعرف الفعل الاصلي تبعها اذا هي فيرب. فالتحليل هذا بيلزمه ادوات مشابهه، يعني بيلزموا لكسيكال انالايزر وبيلزموا سينتاكس انالايزر عشان بس نستخلص المفردات اللي موجوده في هذا النص، عشان نقدر بعد هيك ربما نصنف النص هل هو تابع لهذا التوبيك او تابع لهذا التوبيك، او نقدر نستشف اللي كتب هذا النص ايش توجهاته او اراءه في هل هو مع هذه القضيه ولا ضد هذه القضيه. السوفت وير يقدر يعطيني حكم على ايش؟ الكلام اللي مكتوب، الكلام اللي كتب. بس عشان يصل هذا الكلام بده شويه اي اي، بس عشان نبدا فيه لازم يكون في ادوات لتحليل النص مثل اللكسيكال اناليسز والسينتاكس اناليسز. طيب احنا هيك بنكون يعني اخذنا المقدمه او ما يلزمنا من شابتر المقدمه او شابتر 1. الشابتر الثاني اللي هنبدا فيه الان ان شاء الله برضه هو شابتر تمهيدي، بس خلاص بنبدا ندخل على ليفل اعمق شويه يتعلق بالمفاهيم والاساليب اللي العمل في الفيزز المختلفه هذه. فهذا الكلام في الكتاب جاي من خلال اكزامبل صغير لا ترانسليتر بيترجم expressions، مش
برامج كبيرة، إكسبريشنز صغيرة من أسلوب إلى أسلوب آخر. خلال استعراضنا لهذا الإكزامبل، الإكزامبل هيجي لسه قدام شوية، بس من خلال استعراضنا للإكزامبل بنكون أخذنا فكرة كويسة عن الفيزز هذه اللي احنا الآن عارفين إيش بتسوي، بس كيف بتسوي لسه مش واضحة للناس، بتوضح من خلال هذا الإكزامبل إن شاء الله. فإحنا الآن في شابتر 2 في عنا 4 سكاشن رئيسية بدنا ناخذهم. Introduction 2-2 اللي هو syntax definitions، بنتعرف على ايش يعني syntax definition. syntax definition هي الرولز اللي تستخدم في صياغة اللي هو ايش او في التعبير عن syntax. والsyntax directed translation وradical little parsing، كل هذا هنطلع عليه كمفاهيم ونطلع عليه كexample لعملية للtranslator هذا اللي بيحول من expression الى expression بصيغة اخرى. طيب فاحنا نبدا الان على الانترودكشن. بدنا نطلع على انه لو انا عندي طبعا هذا لسه مش الاكزامبل، بس هذا بنوضح مفهوم اللي هو الـ كيف التكست بتحول من لغه الى من لغه الى لغه، ومن انستركشن الى انستركشنز ثانيه. هذا الكود، هذا جزء من كود مكتوب ب السي صح؟ في عندي هنا مجموعة متغيرات الاي والجي والاري هذه، وبعد هيك في عندي وايل لوب. الوايل لوب هذه بتستمر الى ان الى على طول الى ان بعد هيك في هذا الشرط اذا تحقق نعمل بريك بنطلع من اللوب، اما هي بتضل مستمرة اللي مخرجها اللي هو هذا. اوكي؟ فهذا الكود الان لو بده يترجم الى الى مش تارجت الى انترميديت فورمات، هذا الفورمات زي اللي شفناه واحنا بنحكي عن الفيزز صح؟ مش عارف اذا كان انا ذكرت لكم انه هذا النمط من الانستركشنز بنسميه 3 ادريس كود، يعني هذه كل واحده منهم از كود او انستركشن. ها free address code، التسميه جايه من انه كل instruction تحتمل انها تحتوي على 3 addresses. addresses يعني identifiers، هذا address صح وهذا address، كل واحد من الidentifiers في الاخر هو memory address. تمام. الconstant هو قيمه، الادرس هو المكان لقيمه، لقيمه موجوده في هذا المكان. المهم انه احنا هذا 3 ادرس كود فورمات هو نمط من الانماط الانترميديت الوسيطه. هدفنا الان نطلع على الاكزامبل هذا عشان نشوف كيف هذا الاكزامبل اترجم الى هذا الاكزامبل، كيف هذا الكود اترجم الى هذا الكود صح. هاي هذول في الاخر انت اي وانت جي. هنا في عندنا ايش؟ في عندنا assignment للفاليوز تبعتهم، الاي بتاخذ اي بلس 1 والجي بتاخذ جي ناقص 1. هذا الكلام لو بدنا نطلع على الكود هناك وين بيجي؟ هاي الاي بتساوي اي بلس 1. اوكي؟ بس بعد هيك بدي ارجع نرجوع هنا ايش؟ الاي اخذت القيمة هذه وبعد هيك على طول عملنا وايل عشان دو هذا الوايل ولا هذا الكلام؟ لان هيعمل هذا طالما انه هذا الشرط متحقق صح؟ يبقى هذا الكلام كيف بده يتفسر؟ يتفسر انه في عندي الـ A sub i، خليني اكتب اللاين هذا كذا حال بس عشان نضلش نقلب. هاي وايل ايش؟ الـ A sub i اقل من V. باختصار شديد هيجي يحط الـ A sub i في متغير اللي هو T1، وبعد كده يقارن T1 بإيش V. إذا T1 اقل من V go to واحد اللي هي هاد. بضل يكرر هالكلام إلى أن هذا الشرط يصير خلاص، احنا ننتقل على اللي بعده. اللي بعدها برضه عبارة شبيهة.
فبيها جي مساوي جي ناقص واحد، بضل ينقص من جي واحد كل مرة طالما ان هذا يكون بالشين. تمام؟ فهذا البلوك هاي فيه هنا بلوك اخر شبيه له، مضبوط؟ لان بعد هيك معليش بتقول جو تو 4، هذه جو تو 1. بعد هيك في لو لما بخلص هذا الشق بيجي بعد هيك الاف طلع الاي والجي بيقارنوا مع بعض، اذا الاي اكبر من يساوي الجي بيطلع. فهذا الامر سطر واحد او السطرين هذول سطر واحد سطر واحد، اذا اي اكبر من يساوي جي جو تو 9 9 اللي هي هنا خلاص هنا حدود الوايل ولا لا؟ هي البريك بتطلع من الكرنت اتريشن صح؟ عشان تكمل على اللي بعدها، ايش اللي بعدها بيجي؟ هي قالت جو تو 9 9 الاكس بتساوي اي او اي وبعدين بكمل، مظبوط؟ هذا اللي هو السطر اللي بعد البريك. سطر واحد هو صح؟ تمام. هذا السطر اكس، لا هم ثلاث ستيتمنتس، اكس بتساوي اي و اي بتساوي اي جي و اي جي بتساوي اكس. اوكي. بعد هيك هذا الكلام بده يتكرر طالما انه طالما انه ترو، يعني اللي بيطلعنا هو شال المفروض بده يكون 14 لاين 8 لانه مكتوب فولس. صح، اف فولس بالضبط. اذا فولس بنستمر، مظبوط، بنروح هنا أكمل. إذا ترو بيطلع بيجي هنا، هذه بتطلعه، أوكي ما بدي أقول خلاص تمام، هذه بتطلعه برا الإيش؟ برا اللوب كله صح؟ أوكي تمام. إحنا عمليا الآن صار واضحة عنا إنه شغل الكود جنريشن إنه أصل من هذا إلى إشي زي هيك، اشي زي هيك، اشي اللي هو انترميديت. هذا الانترميديت اذا وصلت له بقدر الان بتنفس الصعداء وبقدر اقول ايه حلو كثير، يعني هذا الكلام صار اسهل ان اترجم هذا الى تارجت من ان اسهل من ان اترجم الدوشه هذه. فالان يعني اصبح شغل الترانسليشن بالتجزئه ان اصل الى انترميديت بعدين من انترميديت الى تارجت. اوكي. ف الكلام هذا بيتم من خلال التعاون ما بين الثلاثه مكونات اللي هي في الفرونت اند الاساسيه اللي هو اللكسيكال انالايزر، البارسر، وايضا كمان بيجي السيمانتيك، بس الدور الاساسي جاي ما بين الثلاثه هذول، اللكسيكال انالايزر، البارسر، والانترميديت كود جنريشن. بطلع لي الثري ادرس كود اللي هو الانترميديت كود ريبريزنتيشن، وهذه بعد هيك بنستلمها في الفيز في الكلاس الباك اند عشان نحولها الى التارجت. كل هذا الكلام بيتم بالتعاون مع او بتبادل البيانات مع السمبل تيبل. اوكي. هذا عباره عن ايش؟ موديل اوف كومبايلر فرونت اند. فرونت اند ماشي. احنا هيك الان هذا هيك يعني دخلنا شويه على مستوى اعمق من هذه الان الريبرزنتيشن. هذه الثري ادرس كود عباره عن انترميديت كود ريبرزنتيشن بسميها، يعني تمثيل للانترميديت كود. ممكن الانترميديت كود يجي على شكل تري، يعني ممكن انا بدل ما اطلع ثري ادرس كود اطلع انترميديت، وهذا الانترميديت اطلع تري، وهذه التري هي اللي يستلمها من الباك اند عشان يطلع منها ايش؟ يطلع منها التارجت كود. بس احنا هنا السلايد هذا الهدف منها توضح لك انه الثري ادرس كود مش هي الريبرزنتيشن الوحيده للانترميديت فورمات، للانترميديت، مش هي الانترميديت ريبرزنتيشن الوحيده. ممكن تبقى ثري ادرس كود وممكن تبقى ايش؟ تري سنتكس تري. عندك نفس العبارة اللي هي دو كذا كذا وايل، اوكي؟ فا اجت دو وايل
كأوبريتور وهي البادي وهي الكونديشن. هاي البادي تبعت الدوال وهي الكونديشن. هذه السنتنس أو السنتنس تم ترجمتها إلى هيك وممكن يترجم إلى هيك. هدول الاثنين ترجمة ولكن مش ترجمة نهائية، ترجمة بسيطة. بنقول هذه الترجمة free address code وهذه syntax tree. ماشي، بتقول لي انه انت في عندك عملية اساسية اللي هي do while